السيد اللي عندنا معاه المشكله معتقل، والمدام ديالو حتى هي راه دابا راه حتى هي في اطار ان شاء الله حتى هي بغينا تعتقل، وحنا اللي كنطالبوا به هو الفلوس ديالنا ترجع. حنا ماشي عندنا الفكره انه خصو يتشد وصافي، الا كان هو بغى يدير معنا شي حوار ويرجع لنا فلوسنا مرحبا، حنا ماشي باغينو يتشد، بغينا فلوسنا. اما لما كانش فلوس وكان غادي يتشد مرحبا، المهم الا رجعنا فلوسنا هذاك هو الحاجه الوحيده اللي كنطالبوا بها، لان هاد الفلوس كل هاد الناس كاملين اللي كنشوفها مساكن راه كلشي تعاب وشقى وضرب تماره وعطى الفلوس لواحد الانسان اللي هو ناعس مع راساتو خداها بواحد البروده. راه كاين هنا عندنا الناس اللي ماتوا لهم رجالتهم، ماتوا لهم رجاله، وكاينه المراه اللي طلقت، كاينه المراه اللي تخاصمت مع راجلها، كاين بزاف ديال المشاكل، كاين الولد اللي صافي ما بقاش كاع جا مسكين من برا باغي يدير مشروع هنايا مشات ليه فلوسه كفر هو كاع البلاد، كاين اللي عندهم الاولاد ما بقاوش بغاو يدخلوا لهنايا على قبل هاد الفلوس اللي مشات، وحنا كنعطيو واحد ليماج خايبه لبلادنا، خساره والله الا خساره. نصب علينا بهذا المصطلح هذا، نصب علينا السيد الحر اللي هزوا من الحساب ديال الوداد. حنا كمجموعه ديال الناس اللي 90% منهم من المهاجرين تعرضنا للنصب من طرف السيد المكلف بالمشروع هو امين المال. تقريبا هما الان في حاله اعتقال، متابعين بسبعه ديال الفصول بالنصب والاحتيال والمال العام، سبعه الفصول اللي هما متابعين بها، وحنا الان كنتواجدوا هنايا باش نبينوا للراي العام على النية ديالنا بأننا باغين حقنا يا إما السكن ديالنا يا إما فلوسنا. هذا هو كل ما كاين في الان. تقريبا انتم شحال من واحد وشحال ديال الفلوس مشات؟ كاين تقريبا حنا 207 ديال المنخرطين، وكاين نصب ديال تقريبا 5 المليار. دابا الفلوس ديالنا تبخرات، وليداتنا ما بقاوش يجيو من الخارج، قال لك هذا المغرب خذوا نتوما، حنا الثقه ديالنا في القضاء، حنا بغينا عارف فلوسنا ترجع لينا ولا يكمل لنا المشروع، هذا هو اللي كنطالبوا حنا، الهدف ديالنا حنا وهو فليسات، هو ضرب لنا دابا 4 مليار ولا 5 مليار اللي دا لينا دابا.